لو راجعنا تاريخ العراق في القرن العشرين لما صادفنا سوى مرات معدودة دخلنا فيها بمفاوضات مع دولة كانت تحتلنا. مع البريطانيين تفاوضنا 3 مرات أو 4، ثم مع الأمريكان 10 مرات، ثم ها نحن نعاود التجربة بطلب منهم في 10 من هذا الشهر. نعم، هي مفاوضات تاريخية قد تنتهي بوضع معاهدة ربما تغير وجه العراق والمنطقة. نقول المنطقة ملمحين لمرحلة نعيشها اليوم. أهم ملامحها تحول العراق إلى ميدان صراع للنفوذ، طرفاه معروفان ولطالما تناطحا على أرضنا. السؤال هو وفق أي رؤية سندخل هذه المفاوضات؟ على أي مفاتيح استراتيجية سنتحاور؟ ماذا سنطلب وماذا سنعطي؟ أي نوع من العلاقات الخارجية سيكون مبدأنا على طاولة التفاوض؟ ما مصير القوات الأمريكية في العراق؟ وكيف سنحدد الأولويات؟ هل هي أولوية السياسة أم الاقتصاد، الصحة أم التعليم أم التجارة؟ هل هيأنا أنفسنا ورتبنا ملفاتنا؟ هل سنكون واقعيين فنستنير بمزاج القوى الإقليمية الكبرى المؤثرة في ميداننا قبل الذهاب إلى المفاوضات؟ أسئلة مصيرية لمفاوضات تاريخية لا تتكرر إلا مرة كل قرن ربما. اقرأوا تاريخ العراق وسترون كم هي مصيرية مثل هذه الجولات.